حبيت اعمل فيديو وقت على اجازه، لان كان امبارح فعلا ماتش القمه، ماتش الاهلي وبيراميدز او بيراميدز والاهلي، كان ماتش قمه فعلا. تحس ان مباراه كره القدم فيها كل شيء. بدايه من قبل المباراه، ودي يمكن هتكلم فيها على ممدوح عيد وعلى الاداره التنفيذيه، لان الاداره العليا بالنسبه لبيراميدز عملت كل شيء علشان تعمل فريق كبير بالنسبه لبيراميدز، وفعلا اصبح فريق كبير ند بالند مع اهلي مع زمالك مع اي فريق اخر. يعني في الوقت الحالي ما تقدرش تقول مين اللي هيكسب، اذا كان الاهلي لعب بيراميدز او بيراميدز لعب الزمالك او الزمالك لعب بيراميدز. كل ده يوديك لجزئيه ان فعلا بيراميدز بدا يحط رجله في الدوري المصري بشكل قوي جدا جدا. ولكن الاداره التنفيذيه بتاعت بيراميدز منها ممدوح عيد، وجهه نظري ما استوعبتش الدرس، ما فهمتش ان هو هتستفز جمهور الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. وده اللي حصل قبل المباراه، فكره التيكت وبعد التيكت او انه يغلي سعر التيكت. يعني تاريخيا ويمكن اخرها الاهلي والاتحاد جده السعودي، استفزاز لعيبه النادي الاهلي خلى شكل المباراه مختلف خالص، وده يمكن اللي خلاها كمان مباراه مختلفه بالامس في كل شيء، تحفز الجمهور وتخليه يكون زايد العدد اكتر من اي وقت تاني في اي مباراه محليه. انا شفت جمهور الاهلي بالامس، وده يحسب لاداره النادي الاهلي، غير كمان الاستعداد النفسي للعيبه الاهلي، الضغط العصبي اللي جم على لعيبه بيراميدز منها نتيجه المباراه السابقه، وبالتالي خسارات كتيره جدا عملتها اداره بيراميدز او الاداره التنفيذيه خلال الاسبوع. صحيح نفس المباراه قسم الناس في ضربه جزاء لوليد الكارتي او ما فيش ضربه جزاء، انا مش بتاع تحكيم، ولكن بصراحه مباراه شوط اول هقول نصه تشكيله النادي الاهلي كانت ممتازه جدا جدا، باستثناء تغيير الطاهر اللي نزل بدل رضا سليم. في اول 25 دقيقه رضا سليم ما كانش دخل الجيم، والجبهه اليمنى اللي فيها الشيبي وفيها وليد الكارتي كانت افضل كتير جدا، وكانت مكمن خطوره فرقه البيراميدز. ليه؟ لان كورنز لاف عمل خطا كبير جدا حتى في تغيير فخر الاكاي، انه لعب الجبهه اليسرى بدون جناح. هناك كان في مصطفى فتحي، كان في وليد الكارتي، كان في الشيبي، وكان اخطا في اول 25 دقيقه. ولكن بعد الخطا اللي اتعمل من الشيبي في نص الملعب، واستغلوا رضا سليم بهجمه مرتده ومهاره ممتازه جدا من واحد زي امام عاشور، واحد من اهم اللعيبه اذا ركز في الكوره، اهم اللعيبه اذا ركز في الكوره، فكره السوشيال ميديا هتاخد منك كتير جدا يا امام، علشان كده ركز، لانك انت عندك الكوره مختلفه عن كل لعيبه نص الملعب اللي موجودين في مصر وموجودين في الوطن العربي، وبالتالي ركز في الكوره. بعدها شفنا الاهلي سجال دخل الجيم وبدا يلعب مباراه بتنظيم. هو الراجل كان عامل ورقتين، الورقه الاولى امام يلعب جنب او تحت شويه وسام ابو علي، ويلعب برضا وحسين كتامين دفاعي، وحسين نجح مع خالد عبد الفتاح وده ليه وقفه معاه، ان يوقف الجبهه اللي ساعده فيها كورنز لاف بنزول فخر الرقاي. فخر مش وينج، فخر ما لعبش وينجر، اللي لعب وينجر واحد زي رمضان صبحي اللي اتاخر جدا في نزوله، كان ممكن يعمل توزيع. زلاكا اللي نزل عمل مباراه ممتازه جدا، وبالتالي اصراره على فخر الرقاي رايح كتير جدا خالد عبد الفتاح، مع ان خالد اتطرد وده خطا من مارسيل. حاجتين، الحاجه الاولى هي ان امام يلعب تحت وسام، او العكس امام يرجع جنب مروان ويلعب اكرم، ما نجحتش شويه لان اكرم ما عندوش مهاره امام، ما عندوش سرعه امام. ولكن بعد التعديل اللي حصل بنزول قفشه ولعب اثنين على الدايره في الشوط الثاني، ولعب اكرم توفيق ومروان عطيه، امن المكان ده كويس، وان كان الاطراف يمكن اشتغلت اكثر عند فرقه بيراميدز، خاصه زلاكا والجبهه اليوم. ده يمكن الراجل مارسيل كولر، تغييرات مارسيل كولر عليها علامات استفهام كثيره جدا، وانا يمكن عجبني في حاجه امبارح عملها في منتهى الذكاء لما خرج امامه كان زعلان يدل ظهره. ده ما بيعملهاش مدربين مصريين كتير جدا، وده ما حصلش مع كورنز لاف لما خرج مصطفى فتحي. ولكن طبعا نتكلم على الشوط الثاني اللي هو فيه احداث كل شيء. الشوط الاول قلنا السجال ال 25 دقيقه الاولى كانت لصالح بيراميدز، بيلعب 4-3-3 ببلاتي توري، بيلعب مع مهند لاشين واحد من اللعيبه الممتازين في نص الملعب، مع وليد الكارتي اللي كان واخد جبهه يمنى عشان يقفل كتير على الجبهه اللي فيها كريم فؤاد،
ولعب بثلاثة أماميين زي ما قلت. الخطأ الوحيد اللي اتعمل هو فخر لكاي. مايلي ما كانش موجود في اللقاء. مصطفى فتحي نفس الموضوع ليه؟ لأن نص الملعب كان متسيطر عليه من النادي الأهلي بأكرم بإمام بمروان اللي ببارك له عشان فرحه بإذن الله يوم 24 يوليو برفاوة البنين يا مروان، وأجازة سعيدة بإذن الله. مبروك عليك الجواز. الاربع مدافعين بتوع النادي الاهلي يمكن كانوا في راحه شديده جدا، خاصه عبد المنعم وكمان رامي ربيعه. طرفين الملعب اللي كان عليهم الشغل كتير، وخاصه بتكلم على كريم فؤاد اللي كان بيساعد كتير جدا مليد الكارتي مصطفى والشيبي، والاثنين كانوا احسن، الكارتي والشيبي افضل كتير جدا من مصطفى فادي. الشوط الاول في مملو اجمل حاجه فيه كانت هدف، وفي كوره يمكن بتاعت ضربه الجزاء لوادي الكارتي انا عن نفسي شايفها مش ضربه جزاء، وناس كتير جدا شافها ضربه جزاء. أنا في اختلافات في وجهات النظر، ممكن يكون ضرب جزاء ممكن يكون ضرب جزاء، بس أنا شايفها مفيش احتكاك، الاحتكاك عادي جدا جدا. الشوط الثاني اختلف شوية، واحد تغييرات كورنر سلاف كانت متأخرة، اثنين إن النادي الأهلي لعب بتأمين دفاع بالتنظيم في خط دفاع بخطوط قريبة جدا، الأربع مدافعين مع الثلاث لعبة في نص الملعب مع طرفين ملعب رضا سليم وحسين الشحات وكمان أسامة علي. ثلاثة لعب على الهجمة مرتدة وما نجحش إلا في آخر ربع ساعة لما المباراة فتحت، لما حب ميرابيز يخش ويخطف الجيم أو يتعادل على الأقل عشان يضمن حظوظه في بطولة الدوري. عاوز أتكلم على تغييرات كورنر سلاف. انا مش معاه في خروج مصطفى فتحي، وان كان تغيير مصطفى فتحي هو شايف ان مصطفى ما كانش له دور في المباراه، انت السبب وسط ملعب. اثنين انه طول المباراه لعب بدون جناح الا بعد نزول زلاكا وتغيير بعد كده فخر لكي يلعب على الجبهه اليوم. ثلاثه مايلي عمل طول المباراه، كان فخر لكي ممكن يلعب راس حربه، رمضان صبحي يلعب تحتيه، وكان يحط خلي مصطفى فتحي ويلعب بزلاك على الجبهه اليسرى ويلعب باثنين لعيبه ارتكاز، وده ما حصلش من الراجل برده لان التغييرات كان فيها نوع من انواع ال عدم او ما كانش فيها الشكل الفني اللي ممكن يتعب النادي الاهلي. الطرد بتاع الشيبي كان ممكن نريح كتير من الاهلي، ولكن الاهلي ما استغلوش. ليه؟ طبعا لان طرد خالد عبد الفتاح ودخلها مارسيل كولر. انا قلت كولر لا في الشوط الثاني على هجمه مرتده، لعب بتنظيم دفاع، لعب بخطوط قريبه جدا، لعيبه بيراميدز عندهم مهاره وكواليتي ممتاز. انا ضد خروج بلاتيتورين، لعيب اكتر واحد كان بيمسك الكوره كان ممكن يدي الكارتي لان موجوده اقل بكتير جدا، وكان يلعب مهند وبلاتيتورين. وزي ما قلت التغريب بتاع بيراميدز الاهلي تغيير امام عاشور كان زكي فيها كولر، ولكن ما كانش يخرج امام عاشور زكي لانه انا قلت ده له ظهره ما راحش لان كان ممكن يعمل مشكله، ونجح خالد بيبو في حاجتين. الحاجه الاولى انه استقبل امام عاشور، النقطه الثانيه انه حط ايده على الكاميرا عشان الكاميرا ما تشوفش ايه اللي بيحصل من امام عاشور، وده ما حصلش مع مصطفى فتحي ومع كمان مشكلته مع شريف الكرامي. بوريك خبرات مدير كولر اللي بدا يكتسبها خالد بيبو. ده جزء اللي كان لابد ان يخرج مش حسين الشحات. حسين الشحات كان المفروض يكون موجود لانه ما عندوش انذار، بيلعب مباراه بشكل ممتاز جدا، عنده اتزان كبير في الشكل الدفاعي والشكل الهجومي، ينجح في الطرد بتاع الشيبي ان الهجمه المرتده مع رضا سليم كان اخطر بكتير جدا، وبالتالي كان اللي يخرج هو خالد عبد الفتاح، وده الخطا اللي عمله مارسيل كولر. كره زلاكا كانت ممكن تغير كتير جدا من الشكل، ولكن زي ما قلت تشكيله كل فريق كانت ممتازه، البداية كان فيها سجال، الأخطاء الفردية كانت كتيرة جدا، الأخطاء الفنية كانت كتيرة جدا، وخاصة من كل زلاب اللي المفروض كان يكون أجرأ من كده في تغييراته في النص ساعة الأخيرة. عاوز أتكلم كمان على الجمهور بتاع النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي جزء كبير جدا من نجاح النادي الأهلي، من منظومة النادي الأهلي، من بطولات النادي الأهلي. لو تشوف الجمهور خلال ال 90 دقيقة أو ال 103 دقيقة وده اللي عمله الحكم فيليكس، يوريك إصرار النادي، إصرار الجمهور ومدى احتياج لعيبة النادي الأهلي لجمهور النادي الأهلي. ده بيرجعنا ل 10 15 سنة إن إحنا ملاعب بدون جماهير. فبالتالي لما بترجع الجماهير باحترام وبعقل وبتنظيم وبترتيب وبشكل جيد جدا، كرة القدم المصرية بترجع لها حلاوتها. إحنا أوقات كتيرة جدا بنشوف مباريات ملهاش أي معنى. لان مفيش جمهور، انما بالجمهور امبارح حتى وان كان في بعض الاشخاص خرجوا عن المألوف، وده اتحاد الكوره او الرابطه او الناس المسؤولين يعملوا عقوبات مثلا ماديه على جمهور خارج عن النص، حاجات بتحصل في اي مكان في اوروبا.
انما عاوز اتكلم على حلاوه الجمهور لما ملى الملعب اول مره نشوف مباراه بشكل كبير جدا في الدوري المحلي، يكون الملعب كله مليان من جمهور بيراميدز اللي موجود وكمان جمهور النادي الاهلي. مباراه كانت قمه اثاره، فيها فنيات كره قدم، فيها اخطاء متدربين، فيها طرد، فيها تحكيم وجهه نظري كان جاي لانه جاله حاله لغط في البدايه اول ما تم تعيينه. طبعا المباراه زي ما اتكلمت مباراه الى حد كبير جدا. الاهلي هو بطل الدوري، كسب كل مباريات الفريق 7 نقط عن بيراميدز، بيورونا ان بيراميدز السنه الجايه ممكن يكون اقوى واقوى. محتاج استقرار فني، محتاج كمان تغيير شويه في الاداره التنفيذيه، لان الاداره التنفيذيه بتشتغل على استفزاز الجمهور وعلى استفزاز بعض الانديه وده خطا. وبالتالي لازم نتكلم على بيراميدز كحاله فنيه ممتازين، عملوا موسم رائع، واذا استمر الفريق السنه الجايه بنفس الشكل وبنفس الهيكل وبنفس العناصر مع زياده بعض اللعيبه، اقول لك ان بيراميدز هيكون منافس خطر خطر لغايه اخر مباراه لانه يمتلك كل شيء، ولكن حراسه المرمى عليها علامه استفهام. تحياتي